تفاصيل أكثر حنتابعها مع الأستاذة نرمين فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضراتكم، شرفتونا. شكرا لحضرتك. في البداية لو نتكلم عن تفاصيل هذه الاحتفالية، ردود الأفعال من ناحية العرائس وأهليهم اتجاه هذه الاحتفالية، وكمان يعني الأجهزة اللي تم تسليمها ليهم النهاردة. في البداية طبعا حابة أشكر مداخلتنا وإن حضراتكم بتعملونا تغطية للأنشطة الخاصة بمؤسسة راعي مصر. تستحق. إحنا النهاردة في إطار مبادرة فرح قلبي اللي بتطلقها مؤسسة راعي مصر تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قمنا بتسليم 18 عروسة وأسرة أولى بالرعاية أجهزة ومعدات وأساس واحتياجات المنزل، احتياجات المنازل الجديدة خاصة، في إطار إن إحنا اخترنا العرايس ديت على أساس معايير محددة، هم الأكثر احتياجا، هم للأسر اللي فيها بعض الحالات الخاصة، فيهم بنات ذوي همم، فيهم أسر عندها أكثر من حالة مرضى، فما عندهمش القدرة الاقتصادية إن هم يوصلوا بناتهم للبيوت بأمان. يعني ده بيبقى جزء من تدخل راعي مصر لسد احتياجات الأسر، وإن إحنا بنحاول نفرحهم بقدر الإمكان. النهاردة زي ما حضرتك قلتي هو في إطار ملحمة بتقدمه التحالف الوطني، إحنا كمان تعالوا شوفوا فرحة الناس، تعالوا شوفوا المكان مليان زغاريد، الناس كلها فرحانة، الساندة والوقفة اللي عملتها راعي مصر مع الأسر، كل الناس مثمنة ومقدرة دوت، لأنه الظروف الاقتصادية يعني ضغط على الناس كلها، فكون أن يبقى في مؤسسة بتقدر أنها توصل للناس وتسدد الاحتياجات بالشكل دوت، فدي يعني حاجة كبيرة عند الأسر. طبعا احنا كمان بنأسس فكرة انه الأسرة الجديدة مش بس ان احنا بنديها احتياجات المنزل، يعني احنا بندي أجهزة إلكترونية، بعض الأساس والمعدات للبيت، احنا كمان بندي توعية للبنت المقبلة على الزواج بحيث ان هي تبقى قادرة على إدارة الأسرة. في بنات منهم لم يحظوا بقدر من التعليم، في بنات منهم ما كملوش، في بنات منهم أهاليهم ما كانوش عندهم التوعية الكافية إنها تعلمها إزاي تدير أسرة. وبناء عليه إحنا بنعمل مجموعة من ندوات التوعية للفتيات المقبلات على الزواج، بحيث إن هم يبقوا يقدروا يديروا الأسر بتاعتهم بشكل ممنهج. كمان بنبقى متأكدين إنه التحاليل ما قبل الزواج وكل الإجراءات اللي وضعت من خلال المؤسسات الأخرى إنها مكتملة، علشان نبدأ ببيت كامل، يعني بيت أسسه يعني اترسخ، يعني البيوت كلها تبقى مبنية على أساس علمي، مبنية على اختيار صح، مبنية على إن الأسرة مش محتاجة حاجة، ما عليهمش ديون، ما عليهمش أقساط. بنحاول بقدر الإمكان علشان الحد من الانفصال والطلاق اللي بيجي بعد كده. نعم طبعا، يعني كل التوفيق وكل الشكر الحقيقة ليكم. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفتي عبر الهاتف في هذه الحلقة من إكسترا اليوم الأستاذة نرمين فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة راعي مصر. شكرا جزيلا لحضرتك.